ويمتزج الألم بالدموع والحزن بالخشوع، هنا الدم يكتب الخلود، هنا كربلاء وفي هجير الصحراء حيث منع حتى الطفل الرضيع من شربة الماء، ورغم هول المصاب وبين الأسنة والجراح كان الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه يعلموننا كيف أن الموت الهادف يصنع الحياة. ومن هذه الثقافة الحسينية هب شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقاً وخلقاً لنصرة الحق، وقف بين يدي أبيه الحسين عليه السلام استعداداً لنزول ساح المعركة. هو علي الأكبر، كان أكبر أولاد الإمام الحسين عليه السلام، وكان الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء 4 أبناء، علي الأكبر وأمه ليلى بنت أبي مرة الثقفي، والثاني علي الأوسط الإمام زين العابدين عليه السلام وأمه شاهزنان بنت كسرى ملك الفرس، والثالث علي الأصغر وأمه سلافة، ورابعهم عبد الله الرضيع وأمه رباب بنت امرؤ القيس. أبتاه، ما لي أرى في عينيك علامات الحزن والأسى؟ إنما أسفي على أمة يدخلون النار بقطع، وحزني على ما حل بنا. أبتاه، أولسنا على الحق؟ بلى وإله الحق. إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا؟ لما توجه علي الأكبر إلى الحرب اجتمعت النساء حوله كالحلقة وقلن له ارحم كربتنا ولا تستعجل إلى القتال، فإنه ليس لنا طاقة في فراقه. فقال لهم الإمام الحسين عليه السلام: دعنه، فإنه ممسوس في الله ومقتول في سبيل الله. نزل علي الأكبر يشد في القوم ويقاتل حتى ضج أهل الكوفة لكثرة ما صرع منهم، ثم عاد إلى أبيه الحسين عليه السلام وقد أنهكه العطش، فوضع الإمام عليه السلام خاتمه في فمه وقال له: ضعه في فمك واذهب إلى قتال عدوك. والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي. فنزل علي الأكبر وعيون الحسين عليه، أما ليلى أمه فكانت تنظر من خيمتها إلى وجه الإمام وقد تغيرت ملامحه عندما برز إليه بكر بن غانم، فقالت ليلى: سيدي أبا عبد الله، لعل قد أصابه شيء. لا يا ليلى، ولكن قد خرج إليه من أخاف منه عليه، فادعي له، فإني سمعت جدي رسول الله يقول: إن دعاء الأم يستجاب في حق ولدها. يا راد يوسف على يعقوب، يا راد إسماعيل لأمي هاجر، إلهي بعطش أبي عبد الله الحسين رد علي ولدي. يا راد يوسف من مغيبة، يا
على يعقوب ومسكن نحيبة يا ريدك علي سالم تجيب يا ما إن أنهت ليلى دعاءها حتى دخل عليها ولدها علي الأكبر عليه السلام وجدها تبكي فقال لها أماه تعزي بعزاء جدة فاطمة ألا يعز عن قلبها ألا تضم ولدها ولا تشمه وهم الأكبر كالليث يضرب فيفرق الميمنة والميسرة في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مغابة أحمد والتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد وبليغ نطق كالنبي محمد وجعل يقاتل الأكبر حتى ضربه لعين على رأسه الشريف فصرعه فاعتنق فرسه وتاهت به إلى عسكر عدوه فضربوه بأسيافهم ونادى بأعلى صوته يا أبتاه يا أبتاه أدركني فأسرع إليه أبو عبد الله الحسين وكشف عنه الأعداء وكان ما يزال فيه رمق من حياة أبتاه هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول لك عجل فإن لك كأسا مذخورا ولدي علي قتل الله قوما قتلوا على الدنيا يا العفا بعدك يا الأكبر عسى يا جسمي بعد جسمك توزر أظل بعدك يا أبويا شلون نقدر وهاي انت نصب عين ممدد حمله الإمام منكسر الظهر يبكي على ولده علي الأكبر كانت رجلا علي الأكبر تخطان الأرض وضعه الإمام عليه السلام قرب معسكره مضرجا بدمائه فجاءت النساء وعلى الصراخ والعويل فنادى بهم الإمام عليه السلام أسكتن فإن البكاء أمامكن وتعزين بعزاء الله فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم التفت الإمام إلى معسكر الأعداء وقال قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وسلط عليك من يذبحك على فراشك يا عدو الله فما أجرأك على انتهاك حرمة رسول الله هو الموت فاصنع ما أنت صانع
فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فاصبر لأمر الله، فاصبر لأمر الله جل جلاله بحكم قضاء الله في الخلق بائع. بكى الحسين عليه السلام بكاء شديدا، نعم كما تبكي السماء وينهمر المطر، وحزن حزن الليالي إذا غاب القمر. هذه الدموع كانت تنساب انسياب العاطفة والحب، فالدمعة أبجدية الإنسان في فقد الأحبة. الله يا عيوني نيتكم وحيد تخلوني، عقبكم يا ابويا من عيوني عيوني وعلى خيمي يا ابني الخيل تفتر يا وعلى خيمي يا ابويا الخيل يا لتفتر. لكن الحسين عليه السلام سلم بأمره إلى الله تعالى محتسبا راضيا بما هو في عين الله تعالى، فهو الذي دفع بنفسه وأهله وعياله إلى التضحية والشهادة في موقف لم يشهده التاريخ من قبل لرجل أشجع وأبسل وأشد بأسا من رباطة جأش سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن دمعة الحسين هنا استسقاها التاريخ قوة وعزمة، فبالعاطفة والدمعة رقت قلوب المؤمنين في الحسين وأصحابه، فباتت حرارة هذا العشق نبض ثورة وموقف وصلابة.